السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم مستر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة. ازيكم يا اصحابي؟ النهاردة هنبدأ نشرح مع بعض منهج كونكت بلس برايمري 3 او الصف الثالث الابتدائي ترم 1 الترم الاول. كل سنة وانتم طيبين. وقبل ما نبدأ في الشرح احب انوه عن القناة الجديدة بتاعتنا بوديو بيدو فلاش فلاش، القناة الترفيهية الأسرية. الرابط بتاعها موجود في الديسكريبشن أو في الوصف أسفل الفيديو، اللي حابب يتابعنا يقدر يشترك فيها دلوقتي. أما بالنسبة لكونكت بلس برايمري 3 ترم 1، الكونتنتس أو المحتوى هو بيتكون من 2 themes أو من محورين. طبعا أول theme بيتكون من 3 units أو من 3 وحدات، و تاني theme بيتكون من 3 units برضو أو من 3 وحدات. theme 1 اسمه Who am I؟ من أكون؟ unit 1 الوحدة الأولى at the track، at the track أو في المسار، في الطريق الصحيح. unit 2 body matters، body matters أو مكونات الجسم. unit 3 What's on your plate؟ What's on your plate؟ يعني ما الذي يوجد في الصحن الخاص بك اللي موجود في الطبق بتاعك، طبق الطعام بتاعك. وبعدين review theme 2 أو المحور الثاني the world around me، the world around me أو العالم من حولي. unit 4 in the wild، in the wild يعني في الحياة البرية. unit 5 all about water، all about water كل شيء عن الماء. unit 6 what is a flood، what is a flood يعني ما هو الفيضان. وبعدين review 2 أو مراجعة رقم 2. وآخر حاجة في story صغيرة جدا اسمها فارس and the fish، فارس and the fish، فارس والسمكة. unit 1 يا أصحابي at the track، at the track أو في المسار، في الطريق الصحيح يعني. lesson 1 و 2 3 الفوكابيولري، الفوكابيولري او الحصيله اللغويه. هنا طبعا يا اصحابي اصدقائنا اللي موجودين معانا في منهج كونكت بلس بقالهم سنين كانوا موجودين في حدث رياضي جميل، والحدث الرياضي ده في تراك زي ما احنا شايفين قدامنا، في مسار، كان في ناس بتعمل ريس او بتتسابق. فهنا طبعا بيقول لنا لوك، انظر، listen، استمع، and read، read واقرأ. فهنا صديقتنا بتقول لنا today، today اليوم، we are at the track، we are at the track، نحن على المسار. there is a big sports event، there is a big sports event يعني هناك حدث رياضي كبير. lots of athletes، athletes يعني رياضيين، lots of athletes الكثير من الرياضيين. from different schools من مدارس مختلفة are competing بيتنافسوا. look انظر they are wearing red blue green and black، هم لابسين أحمر وأزرق وأخضر وأسود. there are competitions هناك مسابقات in running في الجري، jumping القفز، and throwing، and throwing والرمي القذف. طبعا في حاجات بنحذفها في المسابقات دي زي الرمح والجلة ورياضات مختلفة. I am watching the long jump أنا بشاهد القفز الطويل. I think أنا أعتقد the athlete wearing red الرياضي اللي هو لابس أحمر will win، will يعني سوف، win يفوز. مرة تانية today we are at the track، there is a big sports event، lots of athletes from different schools are competing، look they are wearing red blue green and black، there are competitions in running jumping and throwing، I am watching the long jump، I think the athlete wearing red
وال1 ونتنقل للبيج اللي بعد كده، خليكم معايا. وطبعا يا اصحابي هنا الفوكابولري اند اكسبريشنز، الحصيله اللغويه، والاكسبريشنز الاكسبريشنز المصطلحات اللغويه. فهنا بيقول لنا تراك يعني مسار، ممر، تراك مسار ممر، سبورتس ايفنت، سبورتس ايفنت حدث رياضي، سبورتس ايفنت حدث رياضي، lots of، lots of كثير من، athlete، athlete لاعب رياضي، different، different مختلف، school، school مدرسة، compete، compete يتنافس، competition، competition مسابقة. والكلمة دي مهمة جدا يا أصحابي. wear، wear يرتدي، run، run يجري. طبعا الباست بتاعها او الماضي بتاعها ران، ران يعني جرى. جامب، جامب يقفز، والباست بتاعها جامبت، جامبت قفز. ثرو، ثرو يرمي. وين، وين يفوز، طبعا الباست بتاعها won، won يعني فاز. winner، winner يعني فائز. race، race يعني سباق. measure، measure يعني يقيس، الباست بتاعها measured، measured يعني قاس. medal، medal يعني ميدالية. meter، meter يعني متر. around، around يعني حول. field، field يعني ملعب يعني ساحة. easy، easy يعني سهل. طبعا هي عكس difficult، difficult يعني صعب. t-shirt، t-shirt. hear، hear يعني يسمع، والباست بتاعها heard، heard يعني سمع. think، think يعني يعتقد أو يفكر، والماضي والباست بتاعها أو الماضي بتاعها thought، thought يعني اعتقد أو فكر. distance، distance يعني مسافة. tired، tired يعني متعب. how far، how far يعني كم المسافة. how fast، how fast كم السرعة. how high، how high كم ارتفاعه. who، who من للعاقل، لما باجي اسال على شخص معين بقول عليه who. why، why يعني لماذا. what، what ما او ماذا. higher، higher يعني الاعلى. وطبعا لما اقول الاعلى برضو ممكن اقول the highest، the highest يعني الاعلى. faster، faster اسرع، لما اقول الاسرع بقول the fastest، the fastest الاسرع. further، further ابعد، لما بقول الابعد بقول the furthest، the furthest الابعد. high jump، high jump يعني الوثب العالي، القفز العالي. long jump، long jump الوثب الطويل، القفز الطويل. exciting، exciting مثير. come second، come second يأتي في المرتبة الثانية. support a friend، support يعني بيدعم، a friend يعني صديق، يبقى support a friend يعني بيدعم صديق. try harder، try يعني بيجرب، harder بكل جهده. try harder بتيجي مع بعضها، ده expression على بعضه معناه يبذل جهد أكبر. try harder. do exercises، do exercises يعني يقوم بالتمارين، يقوم بتمارين رياضية. parents، parents يعني الوالدين.
warm up, warm up يعني يقوم بالإحماء، بيتمرن، اللي هو بالبلدي بيسخن. طبعا انتوا عارفين اللاعبين الرياضات المختلفة قبل ما بينزلوا أي لعبة بيعملوا warm up, warm up، أو بيعملوا عملية إحماء أو تسخين. runner runner يعني عداء، يعني اللي هو المتسابق بتاع سباقات الجري ده اسمه runner. record record يعني يسجل، وطبعا الباست بتاعها recorded recorded يعني سجلة. healthy healthy يعني صحي. worried about worried يعني الآن، about بشأن، worried about يعني قلق بشأن. seconds seconds يعني ثواني. ready to ready to يعني جاهز مستعد لي. snack snack يعني وجبة خفيفة، snack يعني وجبة خفيفة. ومنث منث يعني شهر، منث يعني شهر. وبكده نكون انهينا اول جزء، وبكده نكون انهينا درس النهاردة. الهوم وورك بتاعكم يا اصحابي ان انتوا تحفظوا الكلمات دي حفظ جيد جدا زي اسمكو. ان شاء الله الدرس الجاي هنكمل مع بعض يونت 1 at the track at the track او على المسار. وبكده نكون انهينا درس النهاردة. اتمنى ان انت تكون استفدت من الدرس. لو اعجبك الدرس اعمل لايك، اتمنى الاقي 1000 واحد استفادوا او 1000 لايك تحت الفيديو. والاهم انك تشارك الدرس مع اصحابك علشان الكل يستفيد. ما تنسوش تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك والمجموعة بتاعتنا كمان، وانا سايب لكم اللينكس بتاعتها في الديسكريبشن او في الوصف اسفل الفيديو. وفي الختام استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.